يقول القيم قد يبتلى الله عبده حتى يعلمه كيف يلجأ إليه. بعض الناس ما يقول يا رب، ما يستمتع بهذا المتعة العظيمة وهو إيش مناجاة الله واللجوء إليه، حتى إذا مسه الله بالعذاب رجع إلى الله عز وجل. يذيقه الشيء من العذاب حتى يرجعوا، لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون، فيصيبهم الله عز وجل بعذاب، يصيبهم ببلاء. البلاء في المؤمن والمؤمنة ما زال مستمر حتى يكف عنه سيئاته، هذا خير له. حتى قيل في البلاء كلمة جميلة، قال البلاء أجر لا يدخله الرياء. البلاء في رياء، ها؟ تصلي لازم تخلص الله بدون رياء، تذكر الله لازم خلاص بدون رياء، تقرأ القرآن لازم إيش خلاص بدون رياء، تصوم خلاص بدون رياء، تحج تعتمر خلاص بدون رياء. لكن البلاء مصيبة تسقط عليك ولك عليها أجر ثواب، ما في أصلا، أنت ما تريد المصيبة، هي تجيك المصيبة شئت أم أبيت. فقالوا البلاء أجر لا يدخله الرياء. وإذا قيل لو علم الإنسان ما له من الصبر على البلاء لتمنى أن يستمر عليه البلاء، لكن ما يجوز أن يتمنى البلاء، يسأل الله العافية. ويقول آخر لولا البلاء لقدمنا على الله يوم القيامة مفاليس، يقول ما عندنا شيء أعمال شيء زايد يعني. لكن رب العالمين يطهر عبده بالبلاء فيتسلط عليه ظالم، سلط عليه ولد شقي، سلط عليه جار سوء، سلط عليه زوجة لسانها طويل، سلط عليه شيء من العقارب، من الحياية، من الفضائح، من الفقر، من الجوع، أشكال ألوان، كل ذلك بحكمة من الله سبحانه وتعالى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. فأمر الله القدري يخلق الله ما يحب وما لا يحب، كما خلق الملائكة خلق الشياطين، وكله لحكمة. وأما أمر الله الشرعي لا يأمر إلا بما يحب من عبادات، من أخلاق، من آداب، كلها شرعها الله عز وجل لأنه يحب هاي الأعمال. واضح؟